السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا نديرو نعرضو هاد الماكينة الصغيرة اللي هي للبيع من النوع لورفيا. كتكون ماكينة الزيكزاك وفيها الزواقات، عدة زواقات فيها. بالنسبة لهاد الماكينة راه دايرها للبيع، الثمن ديالها كدير 700 درهم، يعني الثمن ديالها. ولكن هاد الماكينة راه شبه جديدة، ماشي أنا نقولوها جديدة وإني شبه جديدة، يعني مازال بكل شيء ديالها، يعني مازال نقية. بالنسبة لهاد الماكينة هادي عندنا الزواق، تقريبا نحسبوا هنا الزواقات، يعني هاد الزيكزاك هادو غنحسبوهم في زواقه واحده، يعني من هنا هادو غنحسبوهم زواقه واحده والخياطه زواقه واحده وخلاص. هادو راهم زواقات مختلفين، يعني عندنا واحد، هادو كاملين حتى لهنا واحد، وعندنا جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15 16، وزيد هذه ديال العيون هي 17 زواقه، تقريبا فيها 17 زواقه. بالنسبه للحروف اللي هنا ا بي سي دي او، هما هاد الحروف هادو، مي كاتسونجي لهاد اي جي كا ال ام ام، يعني هاد الحروف اللي عطيتهم كتعطيك نفس الزواقه، هاد الزواقات هادو. هي من الاحسن، انا كنصح يعني فوقاش ما تبغي تبدل الزواقه حتى تنتبه حتى تكون ليبرا طالع عاد بدل الزواقه. المهم هكا عندنا هادو ديال العيون، هما هادو راه حنا غنشرحوا كلشي، الخياطه ديالها كلشي هما هادو. عندنا هادي دلاريتمو اللي كتدي الخياطه وتجيبها، يعني فاش غادي نردوها الخياطه عاديه، يعني هكا هانتوما هادي كتدي الخياطه وتجيبها. عندنا هادي، هادي مسؤوله على الليبرا، يعني الليبرا الا فحال ما درنا الزيكزاك يمكننا اننا نضيقوا المسافه ويمكننا نعرضوا، يعني الا عرضنا كنجيبوها لهكا لهاد البلاصه الخمسه كتولي الزكزك عريضه. جبناها لهنايا كتولي بحال هكا، تقدر تولي غير خياطه واحده. الا جبناها لهنا الصفر وخا نديروها في هاد الزكزك تقدر تولي خياطه واحده وما تعطيناش الزكزك، يعني ما حدك انت وانت كتعرض المسافه ديال الزكزك. بالنسبه لعندنا هادو ديال الخيط بجوج، ها هما تيطلعوا، ها هما اللي باين لكم هنايا، وهما هادو. عندنا هذا العمار ديال الخيط، عندنا المنظم اللي مسؤول على الخياطه، عندنا واحد البريسيو هنايا الضغط ديال السباط، يعني واش ديروا مرخوف ولا هادي، ها هو راه كيتسونجا، هذا راه مسؤول على الضغط ديال السباط، يعني ديال العفاس هو هذا الكومبريسيو ديالو الضغط ديالو. فيها بوله هنا حنا نخدموها. وبالنسبه عندنا هنايا هادي مسؤوله على العرض، السرعه ديال العرض ديال الغرزه، واش غرزه صغيره ولا عرز ولا غرزه عريضه. هذه التدوار، وفاش تنبغيو نعمرو هاد الكانت هذا باش الماكينه لحقاش، الا حطو معايا شوفوا معايا هانتم، الا حطو معايا هنا شوف كدور الماكينه شوفوها، ولكن الا مشينا عمرنا الخيط تبقى تدور معنا حتى هذه. حنا باش ما نخدموش هذه كنجرو هذه هكا لهنا وتولي واخا تكسيري ما كدورش الماكينه، تعمر غير هذا وحده، يعني هنا حاولت نشرح لكم كامله. دابا اجي نوريكم قطع الغيار اللي جا معها باش قلت لكم راه الماكينه راه شبه جديده. عندنا الاكسيلاتور ديالها هو هذا، الاكسيلاتور ديالها دوري جير راه مازال معها كلشي. الفيشه ديالو راه كتركب هنايا شوفوا، ها هي سهله ما صعيبه حتى حاجه. دابا هنا غادي نجيو ونشوفوا شنو جا مع هاد الماكينه اللي جا معاها. ها انتم شوفوا معايا، غادي هادي راه كتنزع هكا شوف، الا بغيت نحلها وهي مخدامه تنديرها غير هكا باش نشوف شنو كاين هنا، خلاص تنسد وندفعها لهنا. بغيت نحيدها غادي نزعها في مره، الا في حاله ما بغيت نحشي شي كم هنايا، يعني كم يقبط لي غير هكا، كتحشي كم هنا، هاد الكم هذا اللي تيكون هنا كتدخل هنا وتخدم به داير ولا شي باندا ولا هادي، كتخدم بهاد المسافه هادي كاين تيبغيها. كنتي غتخدم ماكينه عاديه راه كتغطيها وتخدم بمسافه عاليه. دابا عندنا هذا مجر، المجر ديالها هو هذا اللي جا معها هاد الليباري، انا شريتهم هاد الباكيات الليباري راه كنعطيهم معها، هادو شريتهم، هادو ما غنكذبوش على الناس. ولكن جا معها هاد المفك براغي، عندنا هذا ديال العيون اللي مسؤول على هادي، ها هي شوفوا معايا ها هما العيون اللي كيديروا، هي هادي جات معاه، هادي ديال الزيت جا معاه، هادي انا ما عرفتهاش ديالاش راه كتركب هنا، يعني مسؤوله على القياس الخياطه اياه، هادي كتعطيك المسافه الخياطه اللي بغيت تخيط كتركبها هنا، شوفوا معايا نوريكم، هاي كتركب هنا وكدير المسافه اللي غتخيط عليها انت ولا انت، يعني هادي ها هي باش ما تهربش، يعني جوج سنتيم ثلاثه، يعني هي كتحدد لك
في المسافه اللي غتخير عليها، راه عطيني كلف هنا البلاصه ديال البرغي فين كيتركب. عندنا هذا في التاق تيفتقوا به الخياطه، يعني كتحشي في وسط الخياطه هكا وكترتق، هذا جاي معاه حتى هو. عندنا هذا المفك براغي حتى هو راجع معاه صغير حتى هذا. عندنا هذا السباط جا معاها هذا القياس حتى هو، كتمشي على حسب القياس. ها هو راه عطيني المسافه هنا، وتيمكنك من هنا تحكم في هذه المسافه هذه، يعني تمشي واحد الغرزه وتولي هذا قابض حاكم، يعني تمشي بواحد القياس ما تهربش. ها هو راه كترخف ولا كتزير، ها هو تيدخل شفتو محدك كتزير وهي كتصغر المسافه، محدك كتحل وهي كتعرض المسافه. عندنا الكانيطات جوج، عندنا ثلاثه الكانيطات هادو جوج، وواحد راه راكب في الماكينه هو هذا بالبوطه كانيط. البوطه كانيط حديد ها هما راه بلاستيك، وهادو راه كيتباعو حتى بحال يعني هاد الكانيطات راه موجودين، راه كيتباعو في اي محل ديال اللي كيمسؤول على القطع الغيار. جا معنا هذا، هذا غالبا ديال الصباط تيركب هنا باش يحميك، ها هو راه حطوه تيركب هنا في هاد البلاصه هادي باش يحميك يديك باش ما تضربش على ليبر ولا شي حاجه، حنا ما كنحتاجوش هذا. عندنا هاد البلاكه هادي، هادي كتركب الا كنتي غادي دير الصدفه، يعني باش السنان ما يبقاوش خدامين ما يبانوش، الا كنتي غتركب الصداف، يعني الصداف هما الزراير كتحطها تما وكتقبط القياس ديالها في الزكزاك يعني كتركبها بالزربه يعني بسرعه كتخدم. هادي عندنا هاد السباط، هذا ما عرفتوش ديالاش، اللي شافو يقول لي ديالاش، هذا ما عرفتوش انايا، ما عرفتش انا هذا ديالاش لحد الان، مازال ما عرفتش هو راه تيكون هكا بهاد الطريقه هادي، انا ما عرفتوش ديالاش. عندنا هاد الصباط ديال الكوردون، يعني تيمشي على الكابل، يعني اما تمشي بهاد الجنب هذا اللي من لهنا ولا تمشي بهاد الجنب هذا اللي من هنا، راه عندك النقشات، يا اما تحط في هذا ينزل على هذا واما ينزل على هذا. الصباط راه كنديروه غير هكا، شوفوا الشمعة معايا ها نتوما باش نبين لكم، ها هي تصفى، انا غنبرك عليه غير هنا، هو طاح شوه، يعني راه هما هادو كيتركبوا راه ساهلين، ها شوم راه كتركبوه تما، ها هو نحط غير القياس ديالو، نجيبو نيشان ونركب عادي، نشوف ها هو شفتو تيركب راه ساهل بسهوله. هذا كما قلنا ديال الكوردون، يعني راه ساهل من هنا ولا من هنا كما بغينا نركبوه. عندنا هادي كنديروها في الكانيط الداخل بحال تما، الا كانت شي حاجه شي خدمه تعرقيل راه كنديروها في هذا المكان هذا باش تخبط لنا الكانيط، ما عرفتش واش تحتاج، وين اللي عنده شي فكره يقول لي، انا هادشي راه ما عنديش. وعندي جات معاها حتى هاد جوج ديال الليباري، ها هي راه جربتها، يعني كدير الزواق بحال هكا، دابا هنا زواق هنا ابره وحده، الا لاحظتوا معايا شوفوا هنا، هنا نجرها كاع باش نقربها لكم، ها نشوف، شوفوا شوفوا معايا هنا، ها نتوما هنا ابره وحده، وهذه فاش كدير هذه ديال جوج ايباري، اما تعطيك جوج خياطات واما خياطه وحده ابره وحده، هذه ابره وحده، هذه تعطيك هاد الزواقه بجوج ليباري، نمشيو لهيه، ها نتوما شوفوا معايا، هذه ابره وحده، وهذه كديرها فاش يكونوا جوج ليباري، هادو كلهم ابره وحده اللي الفوق، وهاد التحاته من كدير هاد جوج ليباري اللي هي وريتكم كديرها في دقه وحده. الماكينه هي هذه، ندوزو نشوفو الخدمه ديالها، واخا المقدمه راه كانت طويله، ونشوفو خدمتها ونشوفو شنو يمكن تخدم لنا وندوزو الخدمة ديالها. بالنسبه شوف واحد المعلومه اللي نسيت انا ما قلت لكمش، اللي هي باش تعرفوها، بالنسبه اللي تيقولوا بلاستيك، البواني ديالها من هنا اللي مسؤول على الكروشي، اللي كيدور الكروشي اللي تيخافوا الناس يكون بلاستيك، فيها نحاس، نحاس وحديد هنايا، راه لداخل الماكينه كلها حديد لداخل، ما كانش شوف هكا الغشا، الا شوف الغشا هكا بلاستيك، ما تقولش راه بلاستيك، لداخل راها كلها حديد، واللي قالك بان بلاستيك نحلها قدام وندير معاه فيديو باش يعرف شنو كاين، وما يبقاش لحقاش بزاف ديال الناس يدخلوا بعض المرات، تيقول لك راه فيهم البلاستيك ولا هادي، الماكينه كلها حديد لداخل. حتى بالنسبه للبواني اللي تيخافوا منه الناس، اللي مسؤول على هذا الكروشي اللي هو تيدور اللي هما كيطرقوا، راه فيها نحاس، نحاس وفيها حديد. جوج ديال البياسات اللي فيها راهم حديد، ما عندك مناش تخاف، يعني ماكينه مزيانه شبه جديده مازال نقيه كلشي مزيان، الضربه ديالها تبارك الله رطبه. وندوزو نشوفو خدمتها وكيفاش دايره الخدمه ديالها. بالنسبه لهنا اول حاجه تنشغلو الماكينه ديالنا هي هادي، عندنا هاد الزرار ها هو اللي شفتو هنا، ها هو كتشغل تبارك الله كتشعل. اول حاجه عندنا الخيط، شوف قبل ما نديرو التنظيم ديال الخيط، عندنا البواطه كانيط تيخصنا اول حاجه، ها نتوما شوفوا معايا، غادي نحيد هذا ونجر هذه لهنا وندير صبعي ونجر هاد البواطه كانيط، ها نتوما شوفوا الطريقه هكا ونجبد. هي اصلا راه عندها واحد الراس هنا كيتحشى عنده البلاصه ديالو هنا نيش، يعني المكان ديالو هنا تيجي مقاد، يعني عبار بالنسبه للبورت كانت عندنا خاوي، يعني كما تنقولوا البواطه كانيط خاويه، هذا الكانيط نسدوه
باش نعمره هذا غادي نحطه على الجنب هنا، وغادي نجيو لهنا كما وريتكم قبل. شوفوا معايا هذا التعمر بالخيط، تركبوه هنا. هذا الكانيت راه فيه حديد وفيه بلاستيك يعني كما بغيتو، وتنضربوا هنا. ولكن شوفوا معايا، شوفوا ها انتم الا مشيت كسيريت يعني باش نقاد، الا مشيت كسيريت شوف شوف الا مشيت كسيريت ها انتم شتو الماكينه كدور كما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو. باش نتفادى ان الماكينه ما تخدمش هنايا، كنجر هذه شوف كنجبدها لهنايا صافي. شوفوا واخا ندور الماكينه ما غاتخدمش، تولي عمر هي الكانت. بالنسبه كانت تكون هنا بكره صغيره، يعني اللي كتكون بكره صغيره عندنا هنا يمكننا نديروا وحده ديال العمار ووحده ديال الخيط، يعني اللي بغينا. انا ديال بكره كبيره جيبها من لهيه، يعني خدام بكره كبيره، تنجروه وتندوزو على هذا المنظم. ها هو لا شتو، راه كاين هنا واحد المنظم هنايا راه كما تنقولوا صغير، ها هو، وتندوزوه يعمر لنا الكانت ديالنا هكا. نعمرو بسم الله، ها هو راه تيعمر، يعني نخليه يعمر، يعني غير غادي يعمر غادي يبقى يعلمني، غادي يقول لي راه تيعمر. بالنسبه لهذا الفيديو سواء تبعت الماكينه حالت ما اللي لقاها راه مرحبا به، اللي ما لقاهاش راه كنخلي الفيديو باش اللي عنده بحالها يعرف يخدمها، ولا حتى اللي شراها ونساها مع المده يمكن له يرجع لها راه تلقى الفيديو باللي مازال. يعني كاين الناس اللي عندهم اختها وما عارفينش يخدموها. بالنسبه هو بدا يعمرها، شوف هو تيعلم هنايا صافي، هو راه وقف صافي، تنطفي لهنايا انا ساليت. ها نتوما كنولي شوف شوفوا شنو غندير باش نفهم لكم. ها انت كنجر هذه لهنا، تنحل، تركب الكانيت ديالي بهذه الطريقه هذه، وتندوزو فص هذه واحد الشعره هنا، كندوزو فص منها شتو هنا، وتنولي نجرو باش يخرج لي من هذه البلاصه هذه، وتركبو. هاو راه النقشه ديالو راه كاينه تما، هي كتجيني شان هي عبر حتى كيدخل، وتيولي داك الراس خارج شويه صافي. تنسد الكانيت ديالي نركب. دابا غادي نجيو للتنظيم ديال الخيط. الخيط انه لنفرض انه جاي، يعني ها انتم شوفوا معايا باش نفهم لكم. الفيديو غادي يكون طويل شويه، وان راه ما عندي ما ندير، بغيت نشرح كلشي باش اللي عنده يفهم، لان الناس محتاجه. كندوزو في هاد العوينه هذه، يعني هذا الخيط اللي جاي الليبره، ها واحد العوينه هنا كندوزو من هنا، ها هو راه دوزت عليها وكنجيبو. شوفوا هنا راه عندي واحد القزديره هي ملاقيه هنا، كندوزها من هنا. هاي شوف هاي بيناتهم، انزوميها نشوف واش تبان. نشوف شتو هاد القزيره هادي، هاي شتو هاي، تندوزها بين هادو هما. هنا كندوز الخيط، هاي الشا انا رديته هنا كندوز الخيط باش تكون الفكره واضحه ويكون المعلومه باينه، يعني باش يعرف شنو كيدير الواحد. كندوزو منها هاهي من هنايا، وكندوزو من هنا من تحت هاد البلاستيكه، وهاد الرقاس هذا راه فيه واحد الفجوه، ها هي كنجيبو عليها من هنا صافي، وكندوزو من هاد المكان. ها هي واحد العوينه عندي هنا، كندير غير الخيط هكا وكيدوز منها، وتركب في الابره ديالي الخيط، ها هو. تبقى شاد، شوف كنحط الصباط هكا كينزل باش يولي ثقيل، وتندور بيدي على ما كيطلع الخيط، ها هو طلع شتوه. الطريقه ساهله، ها هو ونفس الصباط ديالي، وانا دابا واجد. دابا واخا نكسيري دابا ما تلف حتى نبرك على هذا، ها هو شوف هذا، ها هو بركت عليه صافي. دابا غتكسيري تكملي. اول حاجه غادي نجربو خياطه عاديه، جبت هاد التوب هذا راه ديال الطلامط، هذا توب غليظ، باش نشوف هاد الماكينه واش كدوز كلشي. حنا غنحاولو نشوف شي طرف، يعني نحاول ندير طرف صغير باش نتفادى الوقت، نربح حتى الوقت. غندير بوز هنا، قادين التوب نقصنا منه. اول حاجه غادي نجربو الخياطه عاديه، ها انتما يعني غنمشيو للأ هي هذه كما كتشوفوا، خياطه عاديه. غنحاولوا نختصروا، يعني كما تنقولوا نختصروا في الخدمه، ماشي شي بان رقمه ولا ماشي مالك بسم الله. ونحطوا هذه الخياطه الاولى عاديه بسم الله. لا نشوف صغير، شوف ها الغرزه من هنا كنكبرها، ها هي الشو هنا نكبرها، ندير غرزه كبيره ها انتما. بالنسبه هي الخياطه هنا راه عندي انا مزيانه، ولكن في حاله ما كانت كتطلع الخيط الفوق تنهبطوه، يعني كنديروا لواحد ولا جوج ولا يعني الا كانت سته تردوا، الا كانت تطلع الخياطه لهنا الفوق
الخياطه كتطلع لفوق. يعني نديرو فيما كانت في رقم 6 كنرجعوا 5 ولا 4 ولا 3 حتى كتولي تقاد، ولكن الا كانت الخياطه كتهبط لتحت الا كانت في الواحد ولا في الجوج كنبقاو نزيدو رقم برقم حتى نقادو الرقم حتى توصل ل 6 ولا 3. دابا عندي هنا في 3 راه مزيانه هنايا. بالنسبه للغرزه يمكن لي نصغر هنا ولا نكبر هنا، كنتحكم دائما في هذا المكان هنا، هنا كنتحكم ونكبر الغرزه ولا نصغرها. هانتوما انا صغرتها هنا، ها هي غادا بشويه ها هي وخلاص لا ريتمو هي هادي. ها هنا ساليت، يعني هادي خياطة عادية هنا فاش صغرت الغرزة هنايا. دابا هنا غنمشيو البي، البي هي واحد الزيكزاك صغير، ولكن داك الزيكزاك شوفوا هنايا راه عندي في الصفر، إلا بغيت نزيد نعرض الزيكزاك خصني نجيبو هنا باش تعطيني داك الزيكزاك اللي أنا باغي في هاد الرقومة هادو، ضروري غادي نجيبها حتى للخمسة، يعني باش نعرض المسافة ديال الزيكزاك، يعني اللي برات ضرب واحد المسافة عريضة في أي رقم. دابا هنا راه عطيني هما البي راه فيها زيكزاك صغير، وغنديرو غرزة صغيرة. هنا غنوريكم كلشي، يعني أنتوما غير تابعو معايا. هنا هي بحال دابا هنا راها هذا مشات هنايا واحد الشوية، يعني هاد الزيكزاك هو مقبول، الديكور ديالو الشكل ديالو راه مزيان زوين. المهم بغيت نصغر، نصغر بغيت نكبرها، هاهي كبرات، يعني غتبان شتو هنايا. هنا صغرت شوية وهنا عرضت، ومن بعد راه غنقرب الكاميرا لهاد الزواق كامل. نديرو سي، سي تا هو غادي يبدا لنا ب نصغر باش نلاحظ الزيكزاك اللي انا باغي. كنصغر يعني انا خدام كنجرب فاش يكون باغي ندير الزيكزاك ولا ندير شي زواقه، كنجرب في شي طرف وتنقاد الزواقه. هذه راه التصغار ديال الغرزه، كنخدم وتنقاد وتنشوف فين باغي نجيبها انا، داكشي اللي بغيت انا. هنا راه جات مزيانة، شوفوا معايا هنا راه صغارت، هنا شوية هنا شوية، راه فاش هنا فاش تنصونجي فاش تلعب في داك الريكلاج كتغير الشكل ديال الزواقة. هنا غنديرو درنا أ بي سي، نديرو دي، دي هو عريض شوية، ونكبرو غرزة فيه تا هو في الأول، نخليوها هكداك صغيرة. هاهي هنا نعرضو شوية، حنا كنتحكمو دائما، حنا كنتحكمو في الخدمة. الضربة ديالها كيما كتسمعو راها رطبة تبارك الله، ماشي راه صعيبة ولا شي حاجة. هذا هو زاد عرض، درنا ديك نديرو الاه، الاه هو واحد الزيكزاك حتى هو عريض. راه وقتاش ما الى بغيت نصغر، يعني تكون المسافه صغيره بحال الشكل ديال الطرزه، راه غير هاد البلاصه هادي تعطيني بحال الشكل ديال الطرز. الى بغيت نصغر يعني نصغر غير المسافه، بغيت نكبرها تنلعب غير هنايا، يعني راه حرين. دابا انا هادشي باش تنحاول نزرب باش الفيديو ما يكونش طويل. هنا تبارك الله شوفوا كي جا الزكزاك في هادي، شتو راه بامكانه صغار، يعني كتصغر كيولي صغير، يمكن تكبر، يعني كتبقى الحريه ليك، يعني كتشوف شنو غيكاين. بالنسبه نمشيو للاف، الاف غتعطينا واحد الزواقه عكس، ها هي دائما في الخدمه ديالي تنحاول نضبط الشكل اللي انا باغي، حتى كنضبطو دائما هنا وهنا عاد تنخدم، يعني في البياسه راه مشيت عوجت عاد يمكن لي ندير الخدمه ديالي، يعني ماشي ها هي سالت هادي. هانتوما ودائما راه عندنا انها يمكن لها تصغر. دابا هادي الثانيه اللي غتكون ديال ا ديال الجي، الجي كتكون عكس، يعني غتكون هاد الزواقه هادي معكوسه. ها هي
كما قلت لكم هانتوما هي النيت ولكن معكوسة، وانا كما قلت لكم راه يمكن لكم تصغروها، يمكن لكم تكبروا هاد الزواقه هادي. دابا غنمشيو للاش. الاش عباره عن زيكزاك ولاني خياطه، ما كتمشيش غير ضربها هكا وهكا، لا كتمشي هكا، يعني مشات جايه هكا وهكا، كتجي كضربها هكا ها وعاد هي كتخيط كما غتشوفوا هنايا، كتمشي خياطه خياطه زيكزاك، يعني داك الزيكزاك ولاني غرزات. ها انتما يمكن لي نصغر الا بغيت نصغر، هانتوما غتفهمو الفكرة اللي وريتكم هنا باش تعرفو علاش. هادي راها خياطة، هادي خياطة، وهنا فاش صغرت هانتوما شو يعني كنتحكم في هاد الريكلاج ديال تكبر الغرزة والصغار، أنا كنتحكم. غنمشيو للإي غتعطينا هاد الزواقة هادي اللي كتشوفو هنا، يعني بعجالة كما تنقولو. ما كرهتش كيفاش ندير نسربي، ولاني بغيت نفهم لكم كلشي تشوفوها تتزوق لي 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 فاتمه هنا شي حاجه ماشي هي هذيك. نشوف، لا خصني نكبر. نشوف هادي هاد الزواقه هنا فاش بغيت ديرها تيخصك الماكينه تخليها فراحتها، يعني ما ديرونجيهاش، خليها كدير خدمتها، يعني غير تعاوني تحط يديك هكا وتخلي غير الثوب يزيد، يعني ماشي تجرو، يعني بحال كتعاونو كتخدم بواحد الطريقه خفيفه وصافي باش يعطيك ديك الزواقه كامله. هذا راه شوف هانتوما راه قصت البريز، ها هو راه تنتر، انا غنردوها وهي تشعضوا شتو، ها هو هذا راه قصو باش ما تقولش راه كانت سلكته. اخو عبد الحق الله يعاونك، انا خد كما قلت لكم هنا تنخليها هنا كتمشي راسها شو. يمكننا نصغروا هذه المسافه، يمكن لها تصغر ويمكن لها تعرض. دابا غادي نجيو للجي، الجي هي هاد المثلثات، ونشوفوا لي المثلثات راه خصهم يتعطاو لنا كما هما، الا مشفوش تكبر انا قادوها مشفوش تغرو. كاينين ولكن خصني واحد الغريزه نزيرهم هكا، نزيد واحد شويه هكا باش الغرزه تجي المثلث. هي راه تنخليها تمشي لراسها لان هادشي كيشد الوقت شويه، انا غير تنعاون. هنا انتهيت، بانو هما هادو المثلثات. نمشيو دابا الكا، الكا غتعطينا هذا بحال 8، هي بحال مشبكة المهم ندير بوز على ما نكملها. ها هي الى كتبها لكم كملتها هاد الزواقه هادي، درنا الكا. نمشيو للال، الال كتعطينا واحد الخياطه هكا فيها جوج خياطات، نشوفو باش ما نطولش ندير بلاتها هي بوز على ما نساليها. هنا ها هي عطاتنا فيها تقريبا شي ثلاثة الخيوط، يمكن ثلاثة الخيوط تيديرو زيكزاك، ها هما راه عامرين هنايا ثلاثة الخيوط، راه كيظهر كيلوجيها باش تفهمو باش متقولوش راه تندير شي حاجة. المهم هاد ال بقاتلنا الام، الام عامرة على ال، يعني فيها ثلاثة وقيلا الام فيها أربعة. ها هي لا الام، الام ال فيها راه فيها الخياطه كتعاود، راه هي هذيك الام فيها كتدير الخياطه وتجيب بحال العقدات، كدير بحال واحد التعقيدات هكا هانتوما غتشوفوا.
شويه نوقف الفيديو ندير بوز على ما نساليها. بالنسبه راه صاحبني كنصور انا القص. بالنسبه لهاد الزواقه هادي هي الان فيها الصفر هادو هما. انا راه فالي راه كنصور راه ما عرفتش. المهم راه قديتها غير من هنا صغرت الغرزه، انه هانتوما غتشوفوا الغرزه الاولى كي كانت ودابا كي ولات، يعني باش تعرفوا شنو كاين. الان هي هادي ما عرفتش واش صورت هاد الام اللي هي هادي واحد الخيطه كتمشي. هيا شوفوها نعاود نوريها لكم هنايا باش ما تدوخوش. ها هي كتمشي وتعاود هادي نيشان هادي الصفر. الان بديتها هكا شوفوا كي بداتني، يعني كانت غرزه كبيره وصغرت الغرزه شنو عطاتني وبقيت غادي كنصغر هنا صغرت بزاف حتى ضبطها على هاد القياس هذا. ها هو شفتوا يعني كتبقى غادي حتى كتضبطها على هذا القياس، يعني هذا القياس في الاخر. ويمكن لي نزيد نكبر هذا الا بغيت نزيد نكبرو نزيد نكبرو. دابا غادي نمشي للاو هي هادي تعطيني هاد الدويرات ونشوفو الاو شنو غتقول لنا. حتى هي ندير بوز على راه قديتها، ندير بوز وديك الساعة نكمل الفيديو. بالنسبة لي راه كنت جالس تندوزها وقابطها هكا بيدي وتنشوف في التليفون. في حالة ما وقع لكم هذا المشكل شوف راه وقفات لي، يعني عمر لي الخيط هنا تكوانسة لأن أنا عملتها مابقاش متابع معاها. شنو كنديرو هانتوما باش نوريكم هاد ربما يوقع لكم هاد الشيء. تنحلو هادي لأن أي ماكينة حتى الماكل الكبار كاع جداد وتوقع فيهم هادو الماكل الخياطة. شتو الخيط عندي هنا عمر، شنو كندير باش ما نترهاش يعني تقطع لي ولا دير لي شي حاجة. هانتوما شتو راها واحلة، شوف راها واحله يعني وحلات هنايا. ها واحد الخيط نلقاه هنايا شوفوا باش نتفاداو الصعوبات كامله. شوف ها انت غادي نجي لهذا الخيط هذا وغادي نقطعو هكا. ها هو ها هو قطعته وغادي تعاوني ها الشا والتوب خرج بسهوله. يعني باش وقع لكم هذا المشكل هذا راه الطريقه سهله ما صعيبهش. بالنسبه للزواقه هي هذه كما كتشوفوا هنا راه بديتها صغيره وبقيت تنكبرها. هنا كبرت شويه شوفوا وهنا مشيت بهذا البروغرام هذا هنا، يعني هذه الزواقه. ندوزو دابا نشوفو البي. البي هي هذه عطاتني واحد الزواقه زوونه نشوفوها حتى هي كي دايره زوقتها. نشوف هذا واش حتى هي كيمكن لي تحكم، يعني دائما قبل ما نخدم في اي بياسه حتى نضبط الزواقه ديالي. هنا بانت هاد الزواقه راها مزيانه غاده تبارك الله. ندير بوز على ما يسالي باش ما نطولش عليكم. هانتوما شوفوا معايا هذه البدايه الاولى تبارك الله راه كانت غاده فيها زوينه. شوفوا هنا انا كبرت هنا، شوف هنا كبرتها شويه شوفوا شنو عطاتني. يعني كتشوفوا الشكل اللي نتوما بغيتو وغادي يعجبكم، يعني دائما كنتحكموا من هنايا. دابا درنا البي بقى لنا الكي. الكي هي هذه نشوفوها حتى هي. انا بديتها وغنولي نصغر. هادي الزواقه ديال الكي شوفوا هنا بديناها عريضه وبقيت تنصغر نصغر نصغر شوفوا شنو عطاتني حتى قبضت هنا العبار. يعني انا كنقبض العبار ديالي دائما. دابا فين غنجيو؟ غنجيو للعيون. العيون هما هادو غتقاد عليه الخيط، نعمر الخيط بعدا نعمر بعدا الخيط وديك الساعه نكمل. هنا كما قلنا من بعد ما سالينا غادي نجيو على تركيب الازرار. كنحيدو هاد السباط هكا هاد العفاس كنزعوه تن هي هاد اللور هادي. شوف انا نقيسها و يطيح السفر. ها هو طاح ساهله كنحيد تنزعو و كنشوف
واحد الصباط يمكن لي نصاوبها بهذا، يمكن لي نخدم بهذا، غير هذا تيكون حسن يعني تيهبط الا غتخدموا بهذه الطريقه هذه اللي هو هذا هو. شفتوه يعني باش تعرفوا بالنسبه لهذا هنا تيركب الصباط، هنا تيركب تنحطو، وهاد المسافه ديال الشريطات كنبداو من هاد يعني هاد الشريطات هادو اللي كتشوفو. غنشوف نقرب الكاميرا، ها هو يعني كنبداو من هاد الخط، يعني العبار فين عندنا، يمكننا نبداو من هاد الخط بقاو غاديين حتى هاد الخط ونوليو نرجعو عاوتاني، يعني القياس نقدو حنا القياس ديالنا هنا تنلعبو في هاد القياس هذا، هذا هو اللي كاين. انا غنركبو، شوف الطريقه ساهله تركب، كنجيب غير ديك النقشه يعني على الصباط، ها هو ها هو هنا تنحط الصباط ديالي، نبرك ها الصباط تحت، ساهل يعني ما صعبش. كنجي للار هذا وندير، مثلا انا بغيت في واحد النقشه العبار غادي نجيب الطرف اللي كنت خدام فيه هو هذا، تندفع الخيط من هنا من التحت باش يدوز من التحت من هنا صافي، وتنشوف العبار اللي انا باغي العبار واش باغيه هنا، ها هو ندير مثلا باغيه من هنا، هذا هو العبار. اول حاجه تنقلب على الزيكزاك يكون صغير، يعني تنصغر الغرزه باش يخدم لي، تكون جربت قبل انا ما جربتش يعني كنت نعمر. ها هي ها شوف هادي بزاف نكبر، ها هي هنا راه القص، ها هو حتى الحد اللي انا باغيه وصلت للحداه، واحد النقيطه هنا وصلت مع الشرطه، وتنجي للاس جوج ضربات ولا ثلاثة صافي تطلع ليبرا، وتنولي نرجع للتي وتنرد، وتنرد وانا مراقب ومتقل شوية، ها حتى العبار اللي انا باغي هنا راه غادي نعاودها مرة أخرى، ها هو هنا ها القياس اللي انا باغي، وكنولي ندير الاس وتسدني السدة، وها العوينة واجدة نقز على هادي باش نتفاداها لان هادي ما تخدمتش مزيان. جريت فيها التوب ندير في مثلا بغيت العوينة في هاد البلاصة هادي، ها هي من هاد الشرطه هادي، ها هي بغيت العوينه حتى لهاد الخط هذا عبرتها بسنتيم، يعني هذيك العين اللي انا باغي ندير في مثال بغيت فيها جوج سنتيم ونص، يعني ديك الصدفه اللي عندي جوج سنتيم ونص. اول حاجه غنعاودو من الاول، تنبدا بالار يعني هذه الاولى بسم الله، وخلاص الغرزه كنكون انتبهت بان غرزه الزكزاك راه صغيره، وتندير ها هي هذا تنتابها النقطة جاتني مع النقطة مع الخط، هاي جاتني مع الخط النقطة مع الخط، هنا كندير الاس تنسد هي واحد شوية هي كنحس بها انا سدات صافي، وتنولي ندير الطي باش تردني اللور، واللور هي يمكن لها ترجع وترجع لي الغرزة عريضة، انا كنتابع معاها وكنحضي معاها انا يدي وكنتقلها، ما كنخليهاش ترجع بالزربة كنتقلها، وعيني ميزانة راني منتابه، ها انتوما منتابه 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 حتى تجي الخط اللي انا باغي اللي درت معاه باش توصل ليه، ها هي وصلت ها هي، وكنولي ندير الاس ونسد عليها صافي، والعوينه ديالي واجده. ها انتم اخوتي تبارك الله، شوف شتي العوينه سدات العبار اللي انا باغي، هذه الاولى معنا كنت هنا فاش ريقت الغرزه هربات لي، ولاني راه واخا تخرجها هكا وتخدم بها راه مزيانه، يعني العوينه هي هذه، هاد ظهر العوينه مشي تقول لي راه الوجه فيه مزيان والعوينه ما خرجاش مزيان، صافي العوينه هي هادي. ها انتم شوفوا معايا ها هي، وتنفتحوا العوينه، هاد العوينه راه كيديروها حتى في العبايات، يعني في العبايات في الحزام، الحزام اللي تدخل وسط العبايه من الجناب، يعني العبايه هي هادي الحزام تيكون من هنا باش يتحزم عليها وتلقى ديك الفراشه ديالها، كيديروا واحد العوينه من هنا كيحشوا في وسطنا الحزام، وكتولي الدور وتجي من هاد الجنب للمراه، ويعني وكدار عوينه اخرى وكتحزم، هي هادي الصدفه المكان ديال الزور هي هادي. المهم الماكينه هي هادي، حنا جربنا الزواق اللي فيها، جربنا كل شيء، الماكينه يعني واخا كيما نقولوا كعجاله، يعني كعجاله بالنسبه للماكينه راه البريكول، هي كتخيط كل شيء، الغلظ الرقيق كل شيء كتخيطه، ولكن راه البريكول راه يمكن لها تخيط لك كسوه، يمكن لها تخيط لك اللي بغيتي، ولكن انا فاش تنبيع لك راه كنبيع لك البريكول، يعني كما تنقولوا البريكول زعما تبارك الله راه كتخيط كلش. الماكينه هي هذه اللي بغا راه الثمن ديالها 700 درهم، مازال نقيه شبه جديده، راه خيطت قدامكم الزواق كله دوزتو قدامكم. المهم اللي شفتوه الا كان درتي السلامه ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.